السلام عليكم. يبتدأ الشابتر بأنه فيني ينصدم بأنه الطلب اللي قاعد يوصله كان أنه هو يشتغل موصل لطلبات حقة الدجاج. انصدم أنه هذا هو الشخص اللي كان يتنمر عليه واللي كسر دراجته بعد ما جاء قال له شوف أنا بتحداك في المسابقة ولو أنت انهزت بكسر دراجتك. هو فعليا ما قال له زي كذا، لكن هذا اللي فعليا حصل بعد ما انهزم. هذا الشخص اللي هو أخوه منسق المسابقة واللي هم قاعدين يلعبوها أبطالنا، وكمان هو الشخص اللي قاعد يروج للجرعات بشكل جدا كبير مع ريو. وزي ما انتم شايفين من الضحكة واضح ايش حيكون الكلام اللي بعده، وانه هو هذا البنادم قاعد يدور حرش. ايوه والله صرنا نشتغل في محلات دجاج. اصبر خلينا نشوف طلبي. اوه جبت لي حبتين ثوم وانا طلبت ب3 ريال ثوم. اوه فين صلصة الكوكتيل؟ ما تشوف شغلك مضبوط ها؟ الحين راح اقيمك نجم واحدة عشان تشوف شغلك كويس، وخلي هذا يومي تنفعك بعدين. طبعا كل التوقع اللي قلته في الشابتر الماضي فعليا قاعد يتحقق الان، بانه هذا البنادم زي ما قلت لهم بيدور حرش معاه. فجأة فينا حيقعد ايش يمسك اعصابه يمسك اعصابه، واحتمال يفصلها على هذا البني آدم. على كل الظروف اللي قاعد يمر فيها فيني من ناحية الظروف المعيشية بأنه هو يشتغل موصل طلبات حق الدجاج وحبيبته مرة غنية، ومن ناحية كمان مهاراته الرياضية بأنه هي ما تبغاها تخضر وقت السباق عشان يفوز بالمسابقة ويكسب الجائزة المالية ومباشرة يروح يعالج أمه. وزي ما قلت لكم أول ما هذا البني آدم قاعد يتنمر عليه من ناحية أنه يدور حرج بكلامه، على طول مباشرة فيني قاعد يمسك أعصابه ويمسك أعصابه ويمسك أعصابه لحد ما وصل أنه هو يتذكر الماضي والمعاناة اللي عاشها في التنمر. وأول ما خلاص بيبدأ على طول هذا البني آدم قضته أخته آريا بأنها تنادى عليه، ومباشرة دخل جوا. وزي ما احنا شايفين فيني قاعد يمسك أعصابه كليا، يعني استفزازة واحدة حتكون هي القشة التي قسمت رأس البعير، ما أدري اسمه هذا المثل. ففعليا آريا تعتبر سوبر وومن في هذه اللحظة بأنه هي أنقذت هذا الشخص اللي هو تشوي من فيني. بعدها آريا قاعد تصرخ أنا حسبت عشان السحور وبسرعة يلا خلينا نجيب الأكل نطهمش، ترى باقي نص ساعة الأذان. لكن الزعل هذا كله بأنه حقها المحفظة زي ما أنتم شايفين مقطوعة، وزي كأنه واحد متعمد أنه هو يقطعها. يعني باين من كلامه مو عشان انقطعت عشان مدة العمر، لا واحد فعليا مسك حاجة مشرط كده وقام يقطع فيها. يعني واضح أنه هذا الشيء مرة معتمد. معتمد؟ What is this؟ أقصد متعمد، معلش ثقافتي ألمانية وبدأت أنسى اللغة العربية. أنت تتكلم جد؟ فزي ما احنا شايفين كمية الغضب اللي هي عندها من ناحية انه هو والله اطلع لك حق العصاية اللي اقعد افرشك فيها، بسرعة قل لي مين هو اللي قطع هذا المحفظة، هذا المحفظة من امي اخذتها، بسرعة قل لي مين هو البن ادم. مرة شوف انا اقول لكم اياها بصراحة يا جماعة، في الوضع الحالي احنا لما بنتفرج مسلسل او انمي او اي حاجة ما نتفرجه الا لما نحن ناكل حقيقي. وقت الاكل يكون هو اللحظة اللي انت تتفرج فيها حقك الانمي اللي انت تبي تتفرج حقه الحلقة الجديدة. يعني فعليا ما حتقعد تتفرج حقك الانمي زي كذا بدون اي حاجة، لا الشيء اللي حيخليك كذا تتونس مع حقك الانمي او اي حاجة تتفرجها هو الاكل. يعني انا فعليا انا يعني صراحة انتقد اريا على انه هي تنتقد اخوها في هذه اللحظة، لانه احنا كلنا نعيش هذه اللحظة من ناحية نحن لما ناكل ما نبغى احد يزعجنا، لانه احنا قاعدين نتفرج شيء نهائيا ما حنقدر نتفرجه الا وقت الاكل. يعني فينك من قبل ما كنت انتظر الاكل؟ يعني توك جاية؟ معلش يعني انا الصراحة اوقف قدام الحق، حتى بما انه هو شخص نذل وقذر وانا ما احبه، لكن فعليا هو قاعد يمثلنا في هذه اللحظة ولا لا يا جماعة؟ اكتبوا لي في التعليقات هل انتوا تقدروا تتفرجوا حاجة بدون اكل؟ انا فعليا واحد يجنني وقت الاكل والله ترى مرة اعصب. ليش؟ لانه الاكل حالة خاصة، انا قاعد اتفرج الشيء اللي من اول قاعد انتظر وقت الغداء ووقت الفطور ووقت العشاء على اساس اتفرجه، لانه هذه هي اللحظة المناسبة باني اكل واستمتع واتفرج الشيء اللي انا بشوفه. لكن زي ما احنا شايفين آريا ما عندها هذا الكلام، وقاعد تقول له مين قطع حق المحفظة؟ يعني انت كابة حقك المشاكل وقت ما كان ياكل البني ادم. لكن قاعد يقول لها اقلب وجهك ترى انا قاعد اكل، انا مرة ممهد هذا الوليمة على اساس دحين بتجي حلقة من ترو ديتكتيف يمكن الله اعلم ايش قاعد يتفرج. لكن قول لها قلع بسرعة ترى هذا الشيء ما اقدر اتفرجه الا وقت الاكل. فجأة على طول آريا قاعد تبكي وتقول له يا مريض نفسي، لانه هي عندها الشك من ناحية انه هو قطعها. وبعدها هو البني آدم هو قاعد يقرمش يتذكر انه هو فعليا قطع اللي هو المحفظة حقتها، يعني تشوي هو فعليا الشخص المتسبب انه هو يقطع المحفظة حقت آريا. طيب ليش؟ وش السبب؟ وش السالفة انه هو يقطع حقها المحفظة؟ السالفة ما فيها انه هي صارت في الموسم الثالث، عشان كذا انا راح انشط ذاكرتكم على هذه السالفة. وزي ما انتم عارفين آريا صارت اللي هي المديرة حقت فريق طائر الطيور الطنانة، معناها انه هي تقعد تمسك ملابسهم وتغسلها، معناها انه هي تقعد تجيب لهم المأكولات والمشروبات على اساس يعني بعد الرياضة، وزي ما احنا شفنا في اول شابتر من شابترات الموسم الرابع. طبعا هذا البني ادم وهو كذا على الصبحية ما ادري على الليل بيفتح الثلاجة ما يلاقي حاجة، فعلى طول تشوي راح يحقق بهذا الموضوع وعرف وتيقن انه آريا تاخذ الاكل وتروح توديه لفريق الطيور الطنانة.
سلامات يعني انا اقعد ادفع في الاكل وحضرتك تشيليه وتودي عند الفريق في حريقه مصروفك روح اشتري لهم الصراحه. هذا فعليا يعني معلش هذا اصلا الاكل كمان ما يروح ليا واللي هو اخوك ولا انا اتدرب عشان ايش بنا واقف مع الرجال زي كذا يعني كانه يمثلنا الصراحه. لا فعليا يعني انت حط الموضوع في نفسك يعني انت مثلا دحين تجي في الليل جوعان تبي تفتح الثلاجه بتلاقي مأكولات اللي انت يعني معتاد ان انت تلاقيها في الثلاجه لكن فجاه ما تلاقي ولا اي حاجه في الثلاجه وتلاقي اخوك اخذ كل هذه المأكولات على اساس يوديها لعيال حارته بعد ما لعبوا مباراه من مباريات الدوري. يعني انت فعليا حتقعد تتجنن حتقول هو سلامات اذا كان فيها راتب ما عندي مشكله لكن انت ما حتاخذ ولا حتقتني اي حاجه فقط عشان انت متخرف من جاي فحتقول هو سلامات ترى هذا الاكل مو ببلاش تقعد توزع على خويانك. فعلى طول هذا البني ادم عصب وعلى طول مباشره راح عند الفريق حق الطار الطير الطنانه واخته وهي قاعد توزع الاكل اللي هي اخذته من الثلاجه قام يهزئها قدام الفريق يقول لها ايش بكم انتوا قاعدين تستغلوا هذا البنت وما الكلام هذا تقعد تاخذ الاكل من الثلاجه وتروح تعطيها لكم. وعلى طول من الكلام هذا على طول بعدين جاي قال لها انقلع من وجهي خلاص مره روح انقلع من وجهي. على طول آلة جلست تبكي وراحت عند على طول تشوي ومعها العصايه ومره قاعد تنهار بكا وعلى طول مباشره انتقمت من اخوها من ناحيه انه هي اتوقع اجرت السياره حقه من ناحيه انه هي تعطيها الناس ما يعرفوا يسوقوا وتقول لهم عادي تدربوا هذا السياره حق اخويا. وزي ما انتم شايفين السياره جدا صدمت وهذا البادم عرف انه هي اخته اللي سوت زي كذا ومباشره قال تريدون الحرب ها خلاص مباشره راح مسك حقها المحفظه وقطعها. بصراحه انا اشوف الوضع جدا منصف انا ماني عارف ليش واقف معاه لكن فعليا يعني الوضع جدا منصف. واحد بيكسر سيارتك ايش بتسوي حتقول له خلاص بعوافي؟ لا فعليا تعال برد لك الصعصعين. امي جدي جدتي انا عارف انه هذه الذكرى حقت المحفظه ثمينه لكن مو تقعد تكسر سيارتي وفجاه تقول لي لا تقعد تمسك محفظتي انها ثمينه جدا. انا عارف ان المحفظه جدا ثمينه وعزيزه جدا عليها لكن انت من نفسك قلت انه اخوك مريض نفسي يعني تقعد تكسر له السياره وما انت عارف انه حمسك المحفظه ويقطعها. لا تقعد تحط يدك في النار وفي النهايه تقعد تزعل على اساس انه المحفظه انقطعت كونك تلعب مع واحد مريض نفسي. انا عارف ان الموضوع طول لانه المفروض ما اعطيهم اكبر من حجمهم الصراحه من ناحيه ان انا اتكلم في هذه الاشياء لكن زي ما قلت لكم هذه الامور مره كانها قاعد توصفنا احنا من ناحيه ان الاكل وتزعجيني من ناحيه ان انت حضرت بدايه الحرب معاه بان انت تكسر السياره حقي وكمان من ناحيه الماكولات والمشروبات اللي تاخذيها من الثلاجه وتعطيها الناس اصلا ما يعطوك وجه. فعلى العموم خلينا ننتقل للفقره الثانيه وهو انه هذا خوينا اللي هو منسق السباق على طول يجي لاخوه قاعد يقول له شوف دحانا السباق حنأجله بخصوص انه خلاص دحين جات اللي هو مكافحه اللي هي المخدرات ومن الكلام هذا كان انه هو بيعطي جرعات منشطه كان انه هو كمان اخوه بياخذ جرعات منشطه فقاعد يقول له احنا حنمشي دحين على وضع الاستقرار لانه الوضع جدا هايج. جاز قاعد يقول يا عم ايش المصائب هذا اللي ورا بعضها يعني قلنا الحمد لله خلاص خلصنا من مشكله المحفظه تجيني انت بخبر أسوأ منه من ناحيه انه خلاص حيوقف المسابقه على اساس المنشطات ولازم نخلي الوضع في السيف سايد. والله فعلا يا جماعه هذا الشابتر خلق العجائب من ناحيه احاسيسه ومشاعري بان اشفق على هذا البني ادم وهو قاعد ياكل وكل هذه المصايب جايه فوق راسه من اول ما قرمط اول قطعه دجاج. يا اخي ارحموا البني ادم يا اخي خلوه يخلص العشاء حقه وبعدين كبوا عشاكم عليه يا اخي ليش كذا بس. واضح انه جوعان عشان كذا انا حزنان عليه. فجاء قاعد يقول له خويه وهو قاعد يتفرج كذا يا ابن الحلال ترى باقي لنا مره شويه خلينا خلاص يعني نخلص وناخذ الفلوس هذه ونقعد نسوي لنا كذا صياعه في اي مكان في اي بلده خلاص باقي شويتين. فجاء قال له لا يا حبيبي خلينا في السيف سايد حتى لو باقي من المسابقه شويه عشان لا نروح للطريق المنحدره. الاتجاه نحو الطريق المنحدره. ايوه يا حبيبي خلينا في السيف سايد ونسوي سياده جوستافو فريغ من ناحيه ان احنا نشتغل في الوضع الامن ونقطع شويه وبعدين نرجع مره ثانيه. انا ماني عارف ليش كل الامثله وكل الكلام قاعد يروح للاكل في الوقت الحالي كانه قاعد يقول روح كل بعدين تعال ارجع كمل المراجعه. فعلى عندكم يا جماعه بروح اكل وحاجيكم مره ثانيه. عدنا بعد ما كنا ننتقل الى المنطقه التاليه واللي هو اريا وهي زعلانه بخصوص المحفظه اللي انقطعت بسبه اخوها تشوي وزي ما احنا شايفين قاعد تشتكي لصاحبتها بسبه اخوها هو اللي قطع لي هذه المحفظه انا هذه المحفظه امي اخذتها من وجبه الاطفال حقت ماكدونالدز وعاطل قالت لي خذها. بعدها تجي الاحداث من زاويه مختلفه واللي هو عن خوينا اللي شعره اخضر واللي هو مع الطيور الطنانه وهو كذا قاعد استرق السمع على سالفه اريا. ماني عارف ليش عنده احساس انه هذا ولد زورو وضيع الطريق وراح المنهوه وايند بريكر فعليا ذاك الشبي من ذاك الاسد لكن فعليا قاعد استرق السمع وشايف مره يعني اريا قاعد تنهار وعلى طول قام جاء وقال لها ايش جاء قال لها ما عندك مشكله هذه المحفظه انا اعرف كيف ادبر ان انا اصلحها ترى انا يرقب يدي يد الاله وما عندك مشكله وما الكلام هذا ما اعرف ايش يعني يلقبوك يد الاله معناها انك حترجع المحفظه حقها تيد بيكر مثلا ولا ايش السالفه ما هو قدامك بطه مشقوقه يا اخي ارحمني اقصد في المحفظه مرسوم عليها البطه انت حتى في الحيوانات تطلع لي
بدأت تقول الأحداث وشخصيات ماريو كذا قاعد يتفرج على عرسه وهو كذا مع زوجته وهي كانت حامل بولده. بدأ يدخل عليه جاي ويسأله سؤال بسالفة اللي هو تبديل العضلات. اللي مو عارف سالفة تبديل العضلات واللي هو خانوا ذاكرته من ناحية الأحداث اللي قاعد تصير، يرجع لأول شابتر نزلته واللي هو تحديدا المسابقة اللي صارت ما بين نوه وجاي من ناحية سالفة تبديل العضلات، منه هي انفجعت منه انت تهزمني وما تعرف بسالفة تبديل العضلات. يعني صعبة، يعني تخيل انت مثلا تكون محترف بفيفا ومرة ما حد قدك ويجي في النهاية واحد يهزمك ومو عارف يفرق ما بين ايش اللي شوت، المربع ولا الدائرة. اسلك شوية حاجة مهينة مرة الصراحة. عشان كذا راح على طول عند ماريو على اساس يساله عن سالفه تبديل العضلات ويدربه واتوقع فيها. لكن والشيء الصادم من اول ما جاء سال عن سالفه تبديل العضلات، ماريو جاء قال له ابغى اسالك سؤال مره مهم، انت وش حيكون مستقبلك في النهايه؟ هل انت حتكون مثلا طبيب ولا مهندس ولا انت حتكون يعني محترف في الدراجات ولا ايش السالفه؟ قام جاء قال له بصراحه هذا الموضوع جدا صعب ان انا اقول لك اياه في الوقت الحالي لانه حاليا انا ما حدد مستقبلي. فجاء قام ماريو قال له اوكي خلاص، اول ما انت تحدد مستقبلك والطريق اللي انت تبي تسلكه تعال اسالني هذا السؤال مره ثانيه. بعدها يرجعنا شابتر 26 وهو نفس الكلام اللي انا قلته، ولو تتذكروا مره طولت بموضوع ماريو والماضي حقه، واللي هو لو ترجع عند هذا الشابتر راح تعرفوا هذا الموضوع بالتفصيل، يعني لانه مره صراحه كتاب كامل من موسوعه ماريو وش هو المستقبل حقه وش صار في الماضي حقه. بعدها زي ما احنا شايفين جاي وهو كذا جالس بالدراجه وقاعد يفكر بخصوص مستقبله، وتحديدا قاعد يفكر بخصوص سالفه خاله، قاعد هم يتكلموا بالدراجات وما الكلام هذا وواحد دفن زي كذا وعاد كيف يعني حكاوي الدراجات اللي تكون ما بينه وما بين خاله والذكريات اللي جدا جميله، واللي هو فعليا حاب يتعمق في هذه الرياضه من ناحيه انه فيها اثاره جدا قويه، من ناحيه التحديات والصعوبات اللي قاعد يحب يخوضها مع الشخصيات المبارزين زي هذا خويا اول، واللي هو مره تحمس انه هو بيحاول يبارزه ويتحداه ويهزمه، وحب كمان هتاف الجماهير ومن ناحيه انه هم يعني مره فرحانين بانه هو فاز واللي يسوي حركات احترافيه وقت مضمار السباق. هذه المشاعر اللي موجودة عند جوة جي فعليا قاعد يقول في نفسه أنا أصلا عارف إيش هو طريقي سلفا، يعني هو عارف إيش هو الطريق اللي هو بيتخذه من أول من زمان، لكن السالفة ما فيها إيش عاد كلنا عارفين. لكن والشيء الصادم جات رسالة، وهذه الرسالة مو بس جات عن جي، جات الرسالة عند جميع المتسابقين في المسابقة، واللي هي ايش؟ اها، واللي هو تأجيل الدور النهائي حقة المسابقات للأسف تأجل لإشعار آخر بسبب سالفة اللي هو ايش؟ اللي هو الجرعات وبيخلي الوضع في السيف سايد زي ما قلنا على أساس هيئة مكافحة المخدرات ما تكشفه. لكن فين هذا قرار جدا غبي، يعني انت توقف المسابقة في وقت ما شددوا في هذا الموضوع، يعني الموضوع جدا مشكوك فيه، يعني انت حضرتك جيت وقفت السباق وقت هذا المشكلة، يعني انا كشخص بيشتغل في هيئة مكافحة المخدرات باجي اقول وش السالفة؟ تعال خليني احقق معاك. فهذا فعليا اللي قاعد يصير في الوقت الحالي، ما اعرف اذا هذا قرار جدا كويس في صالحه او جدا سيء في صالحه الله اعلم. لكن في الوقت الحالي واللي مره شاغلنا اللي هو وضع فيني، من ناحيه انه كل الابواب قاعد تنقفل فوجه، من ناحيه وضعه، من ناحيه امه، من ناحيه تدريبه الشاق، من ناحيه كمان المسابقه وهم قاعدين ياجلوه، وهذا الشيء مره حيضر من ناحيه انه ما حتقدر تنتظر هذا الوقت كله. فوش الحل حيكون؟ حتى لو انت اخذت الجرعات مثلا ما حتقعد تقدم من الزمن بسرعه، فالوضع جدا صعب حاليا. وش الاجراءات اللي هم بيسووها حاليا على اساس يعني يبدا السباق وهذا المشكله تزول؟ لكن على العموم هنا ينتهي الشابتر ومباشره ننتقل الى الشابتر اللي بعده. ابتدى الشابتر الرابع عشر بكميه من الاخبار المنتشره حول العقاقير واللي الناس قاعدين ياخذوها، ونشوف كميه تحولات الزومبي واللي هي قاعد تصير في اكثر من رياضه. وهذا الشيء رجعنا في الشابتر العاشر من الموسم الرابع، تحديدا في نزال اليو اف سي لما الشخصيه على طول قامت بعد ما انهبدت في الارض على طول تبدا تقوم مرضانا زي كانها زومبي وتقدم الشخصيه، وهذا الشيء بدا ينتشر في جميع انواع الرياضه. بصراحه اللي قاعد يصير حاليا مره ذكرني ببدايه ريزيدنت ايفل 3، تعرف قبل ما تبدا اللعبه يوم يشرحوا عن ايش صار براكون سيتي وكميه الناس اللي قاعد تحوم حول المدينه وهم كذا متحولين لزومبي وما الكلام هذا، حتى مسمينها تعاطي مخدرات الزومبي واللي صار في اغلب الرياضات. وطبعا هذا الشيء حيرجعه لخويانا، انا ما عارف ليش الموضوع قاعد يتكرر، لو تلاحظوا نفس الشيء حق اليو اف سي عاطوا مباشره اللي يجيبونه لهذا البني ادم، وهذا الشيء كمان حاصل في الشابتر هذا بانهم كانوا يجيبوا على الاخبار لكن في عده رياضات وعاطوا رجعوه لخويره واللي هو منسق الدوري حق السباق الدراجات، وهو كذا خايف وقاعد يقول دسوا كل المستندات، حاولوا انه ما تخلوا اي حاجه تتسرب، يعني حاولوا تشوفوا شغلكم من ناحيه انه يدينا تكون بيضة ونكون ملائكة واحنا مالنا في المخدرات ولا لنا علاقة في اي حاجة. لكن وفجأة وهو كذا بعد ما قفل المكالمة تيجي لجنة المنشطات عشان تحقق بهذا الموضوع،
واضح انه هذا ابن ادم مره حريص وما ينخاف عليه، لكن اتخذ قرار جدا غبي من ناحيه انه اللجنه حتشك فيه، من ناحيه انه هو وقف اللي هو الدوره حقت المسابقه واللي هو كان خلاص على اواخره، من ناحيه اللي هم يشوفوا المهربين في اغلب الرياضات اللي صار حاليا. يعني انت خبير كنت تمشي سوقك وفي نفس الوقت تخفي المستندات حقك، لكن انه انت تخفي المستندات وتوقف المسابقه هذا معناها انه الوضع مره مشكوك ولازم احقق على وضعك، لانه ليش وقفت المسابقه في الوقت الحالي لما طلعت اخبار اللي هو انه خلاص بيشددوا في الوضع. تبغون اقول لكم الصراحه يا جماعه، انا احس انه هذا البني ادم ما له اي علاقه في المخدرات ولا له اي علاقه في الامور هذه. تستوعب انت ايش قلت؟ انا عارف اكيد الكل دحام مصدوم من كلامي، كونه انتم شايفين انه هذا البني ادم قاعد يسوي معاملات بالتلفون ومن الكلام هذا، لكن تعرفوا هذا البنت، هذا البنت احس انه هي يعني الطامه الكبرى واللي هي قلب حياه هذا البني ادم ومخليته هو اللي يسوي هذا الامور، لكن من وراء الكواليس. ولو تلاحظوا لما كانت تؤمر فيه وتقول له سوي كذا سوي كذا، وكانت النظره حقها مرعبه، يعني واضح انه الوضع نوعا ما من وراء الكواليس هي اللي مسوي هذا الوضع كله. بعدها تقولنا الأحداث عن شخصية، يعني عندي استفهامات كثير من ناحية إنه هو كان يتفرج في الشاشة وكان يعني خايف من الآثار الجانبية اللي بتسويها المنشطات، وزي ما احنا شايفين يعني واضح إنه هو مقرب من الشخص اللي هو منسق الدوري حق سباق الدراجات، كون إنه هو حاط الصور حقه، لكن إيش بو كده مفجوع من ناحية الآثار الجانبية حق المنشطات وانت شغال معاه؟ هل هو أصلا فقط فاز لهذا الشخص من دون ما يعرف إنه هو كان أصلا بيروج لهذا الشيء؟ بعد استكشاف وبحث عميق ورجوعه للموسم الثالث على اساس اعرف مين هذا البني ادم، احتمال انا مضيع مره فيه، لكن اتضح انه هذا البني ادم قاعد يحقق بسالفه اللي هو خال جاي من ناحيه انه هو كيف مات. ولو ترجعوا للموسم الثالث هذا البني ادم راح يساله اسئله من ناحيه انه كيف كذا وكيف كذا، يعني انا خانتني ذاكرتي من هذه اللحظه، لكن لو تلاحظوا هنا كان قاعد يساله بخصوص السالفه، لكن هذا البني ادم كان قاعد يتهرب بالموضوع. بعدها تقول الأحداث عن خوينا الفيلسوف واللي هو ولد زورو، واللي هو كان قاعد يهايط على آريا من ناحية أنه أنا بصلح لك المحفظة لأنه أنا يدي يد الإله. بصراحة أكره الفيلسوفية من ناحية اللي هو يقول لك جيب أنا أصلح لك إياها ويزيد الطين بلة، أتوقع كثيرين قد سلهم هذا الشيء، من ناحية أنه واحد كذا خوي يقول لك هات أنا أصلح لك إياها فجأة يزيد الطين بلة أو يضيع قطعة زيادة، هذا الشيء فعليا قد سلي، لكن اللي ستره ربي ما نفضح زي ما احنا نقول دائما. وزي ما احنا نشوف هذا البني ادم وهو كذا قاعد يأنب ضميره من ناحية الهياط اللي صار له، لكن كلها نعرف انه الحب دائما بيخليك تتهور، وزي ما احنا نعرف انه هذا البني ادم خروف وقال لها على طول انا بساعدك، والحق عليه انه يشوفه هو قاعد يأنب ضميره من ناحية هذا القرار. بعد اخويه قاعد يقول له ما اعرف الصراحة هذا بوكسر ولا سروال سباحة ولا هذه اصلا طاقية الكوريين، بصراحة اول مرة اشوف زي كذا، لكن قاعد يقول له ايش راح تسوي في هذا الموضوع دحين؟ إذا دحور رط نفسك من ناحية تقول لها أنه أنا عندي وما الكلام ذا ويد الإله، وش حتسوي يد الإله دحينا؟ جاء قال أنه أنا بروح أطرزها، فجاء فجأة قال تطريز سلامات، أصبر تقصد التطريز هذا اللي يسوي الحياكة زي حق العجائز لما يجلسوا في كرسي متحرك ويقعوا يطرزوا، تقصد هذا الشيء ولا لها معنى ثاني يمكن بالفرنسي ولا ايش السالفة؟ انت ما جيت بتطرز ولا هل لها معنى ثاني؟ هل هذه كلمة تصير حرام السيارات ولا ايش السالفة بالضبط؟ يعني شعرك هذا بتطرز ما شاء الله؟ قال له ايوه التطريز اللي هو احنا نعرف التطريز، انا بروح مره في الاسبوع عند ورشه التطريز واقعد اتعلم منها. فجاء خويه لابس بوكس على راسه فجأة قال يا سلام يا ابن الحلال ترى انا خويك، يعني انت ما قلت لي على هذا الموضوع. بعد زي ما انتم شايفين تقولوا الاحداث اللي هو عند ورشه عمل يدويه، واللي هو هذا البنادم بيدخل عند هذا الورشه على اساس يتعلم كيف يسوي حياكه التطريز لهذا المحفظه حق البطه. ورشة تطريز يقول لك انا لو كفر انفقى احتمال اطرز لك كفر جديد من هذه الورشة الصراحة، ايش هذا؟ والله فعليا اول ما شفت اللافتة عاطوا كذا جاب بالي اللي هي ورشة وزيت وفلتر وها الكفر حقك مبجد دحين اطرز لك كفر جديد، يعني على الاقل جيبوا لنا لافتة محترمة كذا فيها ورد فيها طيور فيها اي حاجة على اساس انه الواحد لما يدخل عارف انه حيطرز ملابس. لما شفت اللافتة احس اني بطرز كفري مو ملابس الصراحة. على العموم خلينا من هذا الموضوع، البني ادم دحين جلس على اساس يتعلم التطريز على اساس يصلح المحفظه حقت اريا، وهو كذا جالس يتفرج عليها، لكن وفجاه جات الشخصيه اللي لها فتره منقطعه واللي هي خويه القرش، اكيد المعظم خانته ذاكرته ومو عارف مين هذا البنت او مين هو اصلا القرش اللي انت قاعد تقول عليه. تذكر الشخص اللي شعره اخضر واللي هو كان مره يحب هذه البنت، لكن هذه البنت مره ما كانت بتعطي له اهتمام لانها مره كانت بتحب المانستر، لا فعليا كان هوسها للمانستر بشكل جدا مفرط، كانت تقول ترى والله المانستر الصباح بياكل فول وتميس والظهر بياكل دجاج شوايه منزوعه الجلد،
ما أعرف ليش الصراحة بينزعوا الجلد من الدجاج يا أخي، هو ألف حاجة الجلد ولا يا جماعة، لكن معظم الناس في القنوات لو تلاحظوا كانوا كذا بينزعوا الجلد على أساس يأكلوه، ما أعرف الصراحة صحيا يمكن هذا الشيء يعني الجلد يمكن له أضرار الله أعلم. اكتبوا لي في التعليقات على هذا الموضوع، هل أنتم من الناس اللي يحبوا الجلد؟ أنا والله بصراحة أحب الجلد يمكن أكثر من الدجاج نفسه، لكن سمعته له أضرار جانبية عشان كذا معظم الناس ينزع الجلد ويأكل اللي هو إيش الدجاج. على العموم خلوا هذا الموضوع على الجنب، واضح إن أنا قاعد أتكلم في الأكل كثير، إيش أسوي يا أخي، هم اللي يجوني مو أنا اللي أجيهم. لكن السالفة ما فيها زي ما قلت لكم، هذا البني آدم كان مرة بيحب هذا البنت، لكن هذا البنت كانت مرة مهتمة بالمونستر، وهذا البني آدم مرة كان غيران من المونستر، عشان كذا كل شوية كان يقعد إيش يسفل فيه ويسبه ويقعد يقول له انقلعوا من الكلام هذا. فجأة جاء كلمه على هذا البنت إنه هي مرة بتحبك، لكن المونستر إيش قال له؟ لكن المونستر وضح أي حاجة بتخرجني من الهدف اللي أنا أحاول أسعاله وأحققه هو مجرد إهدار لصحتي والشيء اللي أنا قاعد أحاول أوصله. يعني مرة هزأ البنت هذه، فجاء هذا البنت مرة زعل على البنت اللي يحبها لأنه هو مرة يحبها، فكان قاعد يقول لها سبيكة من هذا المونستر، وهذا المونستر يعني بني آدم ما حيعزك، وهذا البني آدم لأنه فعليا يا جماعة أنت تخيل لو عندك شخص عزيز عليك وهذا البني آدم بيحب واحد خلاص أو مهتم بواحد، وإنت لما رحت عند هذا الشخص اللي هو مهتم له قاعد يسب خويك اللي أنت يعني عزيز عليه، فشي طبيعي يعني بتزعل عليه أو بتشفق عليه من ناحية يعني الاهتمام اللي قاعد يعطيه الشخص هو أصلا مو مكترث لك ولا حتى مهتم فيك. وهذا الشيء هو سواها من باب انه يحبها وكمان من باب انها يعني صاحبته، يعني شيء طبيعي. فهو قام قال لها يعني نفس الموضوع لكن من باب انه هو مره بيحبها من باب الغيره وكمان من باب الشفقه، يعني هذا البلد مو مهتم فيكي. فقام قال لها سيبيك منه وحاول انك تركز على ناس بيهتموا لك اكثر. فجات قالت من هذا الشخص؟ بعدها على طول خويانه جو وقاعدين يستقبلوا انه هو هذا الشخص من الكلام هذا. طبعا لو تعرفوا هذا الشخص الاصبر اللي هو كان عنده مشاكل مع دوم بخصوص الجزمه وانه هو عنده الاهتمام نفس الاهتمام الموجود في دوم، هو نفس هذا الاهتمام اللي كان له هذا الشخص للجزم. هذول الاثنين يعني مره يحبوا الجزم، نفس المؤلف طبعا لو تعرفوا المؤلف كمان حقت واين بريكر مره بيعشق الجزم، واتوقع في التواصل الاجتماعي في الانستغرام دائما بيعرض انه يدخل محل جزم كانه داخل الجنه، يعني كانه هو قاعد يوصف هذا الشيء. على العموم احنا بعدنا على الموضوع مره بعيد، لما جاء هذا البني ادم التفت وجات البنت تفرجت على ظهره، يعني اقصد بحسن نيه تفرجت على ظهره على اساس انها تذكرت حاجه في الماضي، واللي هو انه هذا البني ادم من يوم الطفوله هو انقذها من كلب كان بيحاول يهجم عليها، فجاء كذا مسك المظله وقاعد يضربها. فعلى طول هي قامت رتبت الكلام ورتبت الافكار من ناحيه انه هو لما جاء قال شوفي لك شخص يهتم فيك ويعتني فيك وبخصوص الحب اللي كان يكون لها من يوم ما هو صغير، فعلى طول عرفت انه هو لما كان يقصد الاهتمام هو يقصد نفسه مباشره. فجاءت عاطو قالت مستحيل، وبعدها صارت تحتك فيه لو انتوا تلاحظوا، صارت تروح للمستشفى، صارت تغيظ اوه والله انا كنت بزور المونستر، بعدها قاعدين يوروكوا انه خلاص هي صارت تهتم فيه وخلي هذا المونستر يولي، يعني ليش ياكل صدر منزوع الجلد، يعني انا احب الجلد ليش، يعني هذا البادة ما يستاهل حبي عاطو عشان كذا انا حبيتك. Why are you gay؟ اقصد هي اللي تحبه، انا قاعد اتكلم من ناحيتها. يا حول الله انا خبصت الوضع، خلاص سيبوكم من الموضوع. اعلم هذا البنت صارت تهتم فيه من ذاك الوقت، لكن والشيء الصادم واللي مره فجعني في هذا الشابتر انه هي صرحت انه هذا اللي قاعد تسويه من تطريز واللي احنا شايفين شعار القرش، هي قاعد تقول الى حبيبي واللي هو مين؟ على طول كلنا نعرف اللي هو خوينا ابو شعر اخضر. بعدها هي كمان سالته بخصوص المحفظه وانه انت ها شكلك قاعد ترزها لحبيبتك، لكن لا ما هي حبيبتي، هي مجرد صديقه فقط لا غير، تعرفوا السواقات هذا اللي سووها قبل العلاقة. بعدها تيجي المعلمة جومي وهي قاعدة تتكلم على الجمال، تتكلم على المشاريع اللي تصير ما بين الطلاب وهل هم سووا شغلهم ولا لا. بعدها اللي صار اللي هو اللي بعدها اللي صار انه هم قاعدين يتكلموا على اللي هو شو اسمه هذا ممكن تشيلوا صورتها، يعني انا ماني قادر الصراحة اتكلم مضبوط لاني مرة متوتر الصراحة، لو سمحت يا اديتور خلاص شيل صورتها، اصلا صورتها محفورة في قلبي. لا لا يا الحبيب لا 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 هد 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 اقصد ايش بكذا غابت عمر دياب الحمد لله. بعدها تيجي الاحداث انه هي هذا المدرس جومي قاعد تتكلم على المشروع حق التطريز وانه اتوقع انه كان عندهم حاجه مشروع لازم يسووه، وهل كل واحد سوى مشروعه من الكلام هذا نفس المشاريع اللي تصير في مدرستنا في حق الجامعات والكلام هذا، وواضح انه هي قاعد تشرح لهم التطريز الفرنسي زي اللي هو مكتوب في السبوره. بصراحه مره اهني هوريتا على التفاصيل اللي قاعد تقدمها في السبوره، يعني حتى كمان كانه فعليا يعني المنهوة عربيه غير انه هي منهوة كوريه، قاعد تكتب في الصبورة كل الشروحات حق المعلمة، حتى لو كان جزء من الصبورة والجزء الثاني هم ما بينوه، يعني فعليا مرة أشكره على هذا التعب اللي قاعد تقدمه للمتابعين. فخلونا بالله يا جماعة ناخذ لحظة صمت لمدة 5 دقائق نتأمل في الترجمة العظيمة واللي هي قاعد تسويه مترجمتنا أوهريتا.
خليها كذا ناخذ لحظه صمت عاد تكمل الخمس دقائق وانا باكل حلاوه العيد على طول. بعدها نشوف خوينا اللي هو ولد زورو قاعد يتكلم بخصوص المحفظه، وهو زي ما انتم شايفين يسوي زي البس اللي في شريك، هل انت تقدر تصلحي لي هذه المحفظه؟ فجاءت قامت مسكت المحفظه وقالت انه هذا البني ادم اللي قطع المحفظه قطعها باداه حاده، وزي ما احنا عارفين اللي هو هذا خوينا. بعدها قاعد تقول له انه احنا ما نقدر نرجع لك اياها وكاله وكانك اشتريتها من اول مره، لكن نقدر نصلح لك اياها بالتطريز، وهذا الشيء فرحه انه خلاص حتتصلح يعني، ويمكن بهذه يشبك اريا ممكن الله اعلم، احتمال يقول لها شوف صلحتها، وعلى طول تقعد تقول له اوه لماذا قلبي ينبض وهكذا، وبعدين يسوون له 20 30 40 شابتر يجيبوهم زي ما يومي وفينت وعدوا. بعدها حبيبه القرش قاعد تتكلم مع خوينا اللي شعره اخضر من ناحيه انه شوف الانسه جومي يا اخي ما شاء الله مزه يا اخي وجميله، وواحده يعني بالعمر هذا توصل بهذا الجمال، لكن لو تلاحظ فيها كميه من الحزن يعني اللي ما تحس انه هو قاعد يظهر للناس. هو جا قال والله بصراحه ما عندي هذه النظره من ناحيه اني اشوفها هل هي حزينه من جوا من الكلام هذا، لكن دحين خلينا اصلح المحفظه عشان اشبك اريا، اقصد لاجل الصداقه الاخويه المتحابه والتي تهدف الى الصداقه فقط لا غير. بعدها جات طالبه وعندها الورود، وكانت هذه الورود ميته، وقالت لها ترى الورود هذه اللي محطوطه عندك في الصف ميته. قامت قالت لها خليها وما تهتمي فيها. بصراحة أنا مستغرب من هذه اللحظة، يعني عادة البنات حقت المنهوات والإنميات والمانجات يعني الشغل الآسيوي عموما الكوري والياباني لما يشوفوا نبتة بتذبل على طول بيقعدوا يخافوا يقولوا بسرعة جيبوها خليها نوديها غرفة الانتعاش، ولا نسوي لها تنفس اصطناعي، ولا خليها تدق على الإسعاف بسرعة خلينا نشوف ايش السالفة. فمرة مستغرب من هذه اللحظة كون نجومي قالت خليها، ليش يا أخي؟ إن الزهور جميلة جدا. بعدها تقولنا الأحداث عن متسابقين كذا قاعدين يتدربوا في الليل وقاعدين ياخذوا اللي هو طريق الشيطان، ما أدري شو يسموه هذا طريق الشيطان، بمعنى انه هو الطريق المنحدر، فاهمين كيف هذيك الطلعة اللي تكون في الطائف تقعد تطلع بها بالسيارة، لكن هم دحين قاعدين يطلعوا بها بالدراجة، ونشوف كيف كمية الضغط ما بين المتسابقين، لكن واحد من المتسابقين قاعد يقول هل سنقوم بالتدريب الأسبارتي؟ طبعا التدريب الاسبارتي مره ما قصرت اللي هي ام مترجم اوفلينا قاعد توصفه، وخلينا نقدر تعبها ونقراها مع بعض وش هو التدريب الاسبارتي. يقول لك التدريب الاسبارتي هو التاهيل البدني، وهو اسلوب عنيف للتربيه والتدريب يطبق على جميع المواطنين الذكور في اسبارتا، وهو يشتمل على تعلم الرمايه والسباحه والصيد. بصراحه والله حسبته حديث. قلبك عامر بالإيمان. وهو يشمل الأولاد المراهقين أيضا. طبعا يا جماعة خليني أقول لهم كمان معلومة إضافية، لو أنت بتلعب أساسن جريد أوديسي، أساسن جريد أوديسي بتتكلم كمان عن اللي هو إيش الثقافة اليونانية تحديدا اللي هم الأسبارتيين، وكانت في مهمة جانبية عن التدريب الأسبارتي. أنا بصراحة قد سويتها كون أنا جبت البلاتينيوم في اللعبة، فأنا قد سويت جميع التدريبات الأسبارتية في اللعبة، لكن زي ما أنتم شايفين لا يمكن أن أنا أسويها في الحياة الواقعية لأنها مرة صعبة وشاقة يعني. بعدها نشوف اللاعبين وهم قاعدين يهايطوا ان احنا ان شاء الله راح نحتل المركز الاول وراح نكسر رؤوسهم، وانا اصلا يلقوني بالحصان الاحمر، وكعدد المترجم وهريته ما تبغى الواحد يطلع له استفهامات في راسه بخصوص وش هو هذا الحصان الاحمر، فقامت وصفت لنا اياه زي ما احنا شايفين، وخلينا نقراه مع بعض عشان نقدر تعبها. يقول لك الحصان الاحمر هو الحصان ظهر في التاريخ الرسمي للممالك الثلاثه وروايه الممالك الثلاثه، حصل على اسمه بسبب شعره المحمر وسرعته التي تماثل سرعه الارانب. بعد التعليمات هذه وبعد الهياط اللي قاعد يسووه الطلاب بين بعضهم بخصوص انهم يحتلوا المركز الاول، تي شخصية ماري وتطلع اللي هو طريق الشيطان اللي قاعدين يسموه الطلاب بشكل جدا طبيعي، زي كأنه نازل لتكون على الطرق مو زي كأنه طالع الطلعة، وزي ما احنا شايفين كمية الطلاب اللي مرة تعبانين هم يطلعوا، لكن هو زي كأنه فعليا قاعد ينزل النزلات اللي تكون في معظم الطرق، او خلينا نحدد اللي هو في الطائف تكون اكثرها، لدرجة انهم قاعدين يقولوا نهائيا اللي قاعد يسوقها ما هي دراجة هوائية، هذه بالتأكيد دراجة كهربائية، وزي ما احنا نشوف ما شاء الله وهريتا ما تبغى الواحد يطلع له استفهامات بخصوص وش هي الدراجة الكهربائية، فخلينا نقراها مع بعض عشان نقدر تعبها، واللي هو يقول لك هي دراجة بمحرك كهربائي متكامل لدفع الدراجة، هناك مجموعات فئات كبيرة ومتنوعة من الدراجات الكهربائية المتاحة في جميع أنحاء العالم، من الدراجات الكهربائية التي ليس لها سوى محرك صغير لمساعدة الدواسة السائقين إلى الدراجة الكهربائية السريعة التي تشبه الدراجات النارية الصغيرة في الوظيفة، ومع ذلك تحتفظ بالقدرة على أن تدار الدواسة من قبل الراكب، وبالتالي فهي دراجة هوائية وكهربائية في آن واحد.
بعدها نشوف كمية من الجنون في شخصية ماريو وهو قاعد يسوق الطريق المنحدر بطريقة جدا جنونية، لدرجة انه الطلاب قاعدين يقولوا هذا البني آدم قاعد يسوق الدراجة وقاعد يلبس لبس وردي، واذا كانت هذه الدراجة مهي دراجة كهربائية فهذا البني آدم فعليا يعتبر وحش وغير بشري. بعدها نشوف شخصية ماريو وهي قاعد تتفرج كذا على كوريا من فوق وقاعد يتذكر الكلام اللي قاعد يقول زوجته، زبدة الكلام انه انا رجال على كلمتي وانا لما اقول حاجة ان شاء الله راح تصير، فحاول انت تتبعيني وان شاء الله انا راح اخليك سعيدة الى الابد. فجات بعدين زوجته على اسلوب ثاني بقوله انه الرجال كلهم زي كذا وانا قد سمعت هذا الكلام جدا كثير، لكن خلي الرجال كلهم يولوا انا راح اصدق الكلام اللي قالوا لي يا زوجي حاليا. لكن للاسف وبعد اللي صار من ناحيه انه هو راح عند السباق وعند البطوله وساب زوجته وهي كانت حامل، وزي ما احنا شايفين بسبت هذا الشيء مات ولده لانه ما كان عنده الاهتمام بانه هو يروح عند زوجته وسابها وراء عند المسابقة وبكذا مات ولده. ونشوف كمية الانهيار وكمية من الذكريات السوداء اللي قاعد تصير في شخصية ماريو واللي هي لحد الان ما هي قادرة تزول، واللي اتوقع هو قاعد يخليها تزول بالسباقات وطريق الشيطان والتدريبات الصعبة اللي يسويها مع الطلاب، لكن للأسف هذه الامور مرة ما حيخلي الألم يزول، وزي ما احنا شايفين قاعد يزداد اكثر واكثر. يعني فعليا لما شاف زوجته تعبانة واجهضت الولد مسك الكاس ورماه في الارض، يعني فعليا عرف انه هذا الشيء ما كان له قيمة عكس الوعد اللي قاله يا زوجته بانه هو حيخليها مرة سعيدة وانه هو على كلمته ووعده. وبسبب هذا الشيء ماريو قاعد يعيش هذا المعاناة كل شوية وهو قاعد صابق ومن الكلام هذا، لانه قاعد يأنم نفسه على الشيء اللي صار لزوجته وانه هو ما كان على قد كلمته. لكن وفجأة والشيء اللي مرة صدمني في هذا الشابتر واللي هي كانت التويست القوي في هذا الشابتر هو بانه احنا عرفنا من هي زوجة ماريو وش هي اسمها، وهو كذا قاعد يتكلم وهو قاعد يتفرج على ناطحة سحاب طوكيو من فوق وهو قاعد يقول انا متأكد انها بخير لقد اشتقت لك يا جومي، وهم كذا جايبين الصورة جوة مكتب الأنسة جومي، واللي اكيد كثيرين خانتهم الاسماء ومهم عارفين من هي جومي. جومي هي المدرسة اللي كانت تعلم الطلاب التطريز، وزي ما احنا ما شفنا الطالبة قاعد تقول الأنسة جومي رغم انه هي حزينة وانيقة وجميلة لكن تحمل جوتها حزن جدا جديد من جوتها. لكن وظل هذا التويست القوي من ناحية من هي الأنسة جومي واللي هي طلعت زوجة اللي هو ماريو، هنا ينتهي الشابتر. ديب والله يا طلعت زوجته ولا من أول قاعد مغزل فيها ها؟ لا 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 طيب نشوفكم بعدين ها؟ واضح ان الوضع في ما خاصة فهمت مع البني آدم ووضحت له سوء الفهم. بصراحة أنا أتوقع يعني في ظني إنه الشخص اللي هو اللي بيصلح المحفظة حقت آريا هو احتمال رابط اللي حيجمع ما بين ماريو وزوجته، احتمال. ليش؟ لأنه يعني هو في فرق الطيور الطنان وهو اللي قاعد يدرب معاهم وهو قاعد يدربهم في معظم الأحيان، واهتمامية الأنسة جوما من ناحية إنه هي تبى تساعد هذا البني آدم من ناحية التطريز، فقاعد أخلي من هذا البني آدم إنه احتمالية إنه هو يسوي لنا الرابط العجيب ما بين هذول الاثنين. في ظني أنا بصراحة الأنسة جوما ما كانت زعلانة من زوجها، أو خلينا نقول لما نعرف إنه ولده مات هو قام هرب لأنه هو عارف إيش حتكون ردة فعل زوجته وخلاص ساب كل شيء وراه، لأنه هو أصلاً اختبس السيناريو أو سوء الفهم من ناحية إنه زوجته خلاص كرهتني وما تحبني وخلاص دحانا يعني هي عايشة بكمية من الكره اتجاهي، فخلينا أوفر إن أشوف هذه الصورة وهي قاعد تقولها زوجتي وخلاص أهرب من الواقع. لكن أنا متأكد إنه جومي ما كانت زعلانة نهائياً من ماريو، وهي عارفة بأنه هو هذا البني آدم بيتسابق وأنه هو في البطولة وهي كانت تشجعه، وما كانت تتوقع تبغى منه أنه هو يكون موجود كون أنه هو كان مشغول يعني في البطولة. فأتوقع أنه هي حتقول له أنه أنت سبتني ليش ومن الكلام هذا، وهذه هي الدراما اللي حتجمعهم من بعض، أنه أنت إشبك سبتني وأنا ما كنت زعلانة منك وأنت ليش يعني حسيت أنه أنا حكون زعلانة منك، هذا الشيء اللي أنت تطمح له، أنا بالعكس كنت أشجعك وأنه هذا قدر الله، احتمال الله أعلم. هذا السيناريو اللي أنا أحسه دحين في رأسي أنه هي أصلا ما هي زعلانة من ماريو، لأنه فعليا يعني الشيء اللي صار ماريو هو اصلا مو السبب فيه. انا ما حقول لكم 100% مو هو السبب فيه انه هو كونه يسيب زوجته ويروح للبطوله، لكن اتوقع انه زوجته كانت متفهمه بسالفه البطوله وكانت متقبله هذا الشيء، وما كان عندها يعني الضغينه اتجاه انه انت لا تروح عند البطوله وتسيبني انا ووالدي، ما اتوقع انه كان عندها هاي الضغينه، لكن هو للاسف توقع هذا الشيء او اقتبس هذا السيناريو في راسه وبكذا حسب انه زوجته كرهته من بعدها وخلاص قال يا عمي خليني اسيبها. لكن انا متاكد فعليا انه هي ما هي زعلانه منه، واحنا نشوف كميه الزعل الموجوده فيها انه
اتوقع انه هي مشتاقت له. او العموم يا جماعه هنا يكون انتهينا نهايتها. اكيد تبغى تعرفوا ايش سالفه فيني وبعد الامور الابواب اللي قاعد تغلق فوجه. سالفه فيني من شابتر 13 لما كانوا يشوفوا الرساله بخصوص انهم اجلوا المسابقه، وانا فعليا ماني عارف ايش راح يصير في مستقبل هذا البني ادم من ناحيه وش راح يحاول يلجا لايش او فين يبغى يروح بالضبط. يعني حتى لو اخذ الجرعات او سوى اي حاجه ما راح يقدم الزمن من ناحيه المسابقه. لكن شوفوا انا متاكد من حاجه واحده ومتاكد ان راح تصير، وتذكروا كلامي زي ما كل الاشياء اللي قاعد تصير من بعد ما راح اقولها، انه كون انه هي المسابقه تاجلت هذا الشيء مره حيضر بامه، وانا متاكد انه هو راح يلجا لريو من ناحيه انه انت عالج امي بفلوسك وانا تحت يديك، من ناحيه انه انت تبغاني اكل العقارات، لكن اهم شيء عالج امي وانا تحت يديك، وهذا الدين راح يعني استقبله على اي شيء تبغاني اسويه في حياتي. هذا اللي متاكد فعليا اللي راح يصير. او احتمال تقول له يومي تعال انا عالج امك، انا اصلا غنيه، وزي ما شايفين اصلا واحنا عارفين انه يومي مره غنيه، حتقول له راح اعالج امك وخلاص. يعني هذا الشيء راح يصير احتمال طبعا، لكن هذا المتأكد انه السيناريو اللي احنا سين من ناحية انه خلاص يعني البني ادم امه راح تموت، وانه هو تأجيل المسابقة هذا الشيء مرة سلبي اتجاه صحة امه، وما حيقدر يرجع لاي احد غير انه هو يرجع للريو حيقول له خلاص عالج امي وانا حاكل العقار دوم تبدأ السباق. هذا فعليا المتأكد راح يصير، وتذكروا كلامي، لكن زي ما قلت لكم مش انا المتنبئ، لكن هذا اللي اتوقع المؤلف قاعد يحاول يوصل لنا اياه من الشابترات الاخيره اللي قاعد تصير في شخصيه فيني. على العموم يا جماعه كذا يكون انتهينا من الشابتر 13 وال14. اذا انتم حابين ان احنا نكون نسوي مراجعه كل شابترين اكتبوا لي في التعليقات، خلاص نكون كل شابترين نسوي مراجعه، او لو تبغوها اسبوعيا زي ما قلت لكم ما عندي مشكله، اهم شيء انتم شو اللي تبغوه وانا مباشره ان شاء الله راح اسوي لكم. على العموم يا جماعه عشان لا نطول المقطع، بهنا يكون انتهينا من مراجعه الشابتر 13 وال14 من منهوت بوينت بريكر، وان شاء الله نشوف ايش راح يخبي الشابترات اللي قدام. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لوصولكم جديد، وان شاء الله نشوفكم في المراجعه القادمه او في حلقه قادمه. السلام عليكم.